أهلا بكم مشاهدينا، نبقى وإياكم الآن في أبرز الأخبار عن الواحة كابيتال التي أعلنت بأنها تتخذ طبعا أو التي تتخذ مقرا لها في مدينة أبوظبي، تعلن عن استحواذها على حصة أقلية ذات أهمية في شركة تشانل فاس وشركة التكنولوجيا المالية سريعة النمو التي تتخذ من دبي مقرا لها. يتراوح قيمة استثمار الواحة كابيتال في هذه الصفقة بما يقارب 55 مليون دولار أمريكي، ويأتي هذا الاستحواذ ليعزز تنوع محفظة الاستثمارات الرئيسية لدى شركة الواحة كابيتال التي تمتلك حصصا في عدة شركات أخرى. شركة الواحة اليوم على مكاسب تصل إلى 1.8% إلى مصريات الدرهم و72 فلس. معنا عبر الهاتف من أبو ظبي السيد فهد القاسم مدير عام ورئيس الاستثمارات الرئيسة في الواحة كابيتال. دعنا نرحب بك معنا أولا، وادخلنا بمزيد من التفاصيل في أجواء هذه العملية، عملية الاستحواذ كما وكيفا. مرحبا أخي، تسلم على المقدمة. يسعدنا أن نعلن اليوم عن استحواذ شركة الواحة كابيتال لحصة أقلية مهمة في شركة شانل باز بقيمة 55 مليون دولار أمريكي، وبذلك نعلن دخولنا في قطاع جديد وهو قطاع التكنولوجيا المالية في العالم. طبعا هذه الشركة شركة شانل فاز موجودة ومقرها في دبي. توفر شركة شانل فاز حلول الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك وخدمات القيمة المضافة وخدمات تمويل عبر تحليل البيانات للأفراد، ومن ثم تحديد مستوى الجدارة الائتمانية للأفراد في أكثر من 25 دولة، وتخدم أكثر من 500 مليون عميل عبر الشركة عبر الشبكات الهاتفية. نعم. طيب سيد فهد، يعني لدي سؤال ذو شقين. صفقة الاستحواذ قيمتها 55 مليون دولار، من أين تم تمويل هذه الصفقة، وما هو الانعكاس على النتائج المالية، متى سيظهر؟ بالنسبة للتمويل، الملاءة المالية لشركة الواحة كابيتال الحمد لله ملاءة جيدة وممتازة، تدعنا أن احنا نعمل استثمارات في الأسواق المالية، وأيضا عندنا تسهيلات من البنوك المحلية، فكانت الصفقة عبارة عن عامل مشترك بين الملاءة المالية وأيضا من التسهيلات. التسهيلات البنكية أتت بنسبة كم أو بقيمة كم ومن أي البنوك؟ احنا عندنا تسهيل بقيمة 500 مليون دولار اعلنا عنه السنة الماضية، فهذا التسهيل موجود حاليا ويجعلنا ان احنا يعني نسحب من القيمة المعينة التي نحتاج اليها. نعم. دعنا نعود الى شركة شانل، شركة التكنولوجيا المالية التي تم الاستحواذ عليها، ما هي حصتها، ما هو حجمها، ما هي آفاق نمو هذه الشركة المستحوذ عليها؟ نعم، الشركة اليوم كما ذكرت آنفا أنها يعني عندها أعمال تشغيلية في أكثر من 25 دولة في العالم، محددة تقريبا في أفريقيا والشرق الأوسط وأيضا دول آسيا. نتطلع اليوم أن تكبر الشركة وتخدم أسواق أخرى كمثلا أسواق الصينية وأسواق الروسية وأيضا أسواق جنوب أمريكا. بالنسبة لعدد المستخدمين، اليوم نخدم أكثر من 500 عميل عبر شبكات الاتصال كما ذكرت آنفا أيضا، وعبر تحليل البيانات التي توفر إلينا من شبكات الاتصال للأفراد، ومن ثم تحديد مستوى الجدارة الائتمانية للأفراد. طيب سيد فهد، يعني لربما لم تجب على الشق الثاني من سؤالي، ما هو انعكاس هذا أو صفقة الاستحواذ على شركة الواحة كابيتال، وإن كان هناك انعكاس متى سيظهر؟ العائد على الاستثمار بالنسبة لاستثمارنا في شركة شانل فاز عائد راح يكون ممتاز بالنسبة لنا للسنوات القادمة، وراح يظهر أول نتائج راح تظهر إن شاء الله السنة القادمة في 2018 وما بعد 2018. نعم. تأتي عملية الاستحواذ هذه في ظل تنوع محفظة الاستثمارات الرئيسية للشركة. ما هي بوصلة هذه الاستثمارات؟ ما هي اتجاهاتها في المرحلة المقبلة؟ الجدير بالذكر أن احنا اليوم محفظة الواحة كابيتال أكثر بقليل من 5 مليار درهم، وهي محفظة مستقرة تدر علينا عائد جيد في ظل التحديات في اقتصاد المنطقة والعالم. واستثمارنا اليوم في شانل فاز يعتبر استثمار مهم جدا للشركة من حيث التنويع ومن حيث العائد على الاستثمار.
اليوم كشركة الواحة كابيتال نتطلع أن احنا نعمل استثمارات أخرى في مجالات أخرى وفي قطاعات أخرى لتنويع المحفظة بشكل أكبر وبشكل أفضل، وأيضا لإحداث نتائج جيدة بالنسبة للعائد الاستثماري للمساهمين. نعم، نشكرك على هذه المشاركة وهذه الإيضاحات سيد فهد القاسم، وأنت مدير عام ورئيس الاستثمارات الرئيسية في شركة الواحة كابيتال، شكرا جزيلا لك. يجتمع اليوم مجلس إدارة